عليكم ومرحبا بكم جديد في قناتي وقناتكم شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن صحه وعافيه. اليوم غادي نحضروا مع بعض حريشات في الفران على شكل غريبه كيف كتشوفوا، كيجيو من ألد واروع ما يكون مع الكين بمقادير جد جد بسيطه وسهلين في التحضير. فكنتمنى لك انت اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير طريقه التحضير. اذا المكونات اللي غادي نستعملوا في هذه الحرشات الصغيره اللي تيكونوا في الفران، فعندي هنايا بيضه 100 غرام ديال الطحين او الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي رشه ديال الملحه، كاس ونص ديال العنبه بطبيعه الحال ديال السميده، عندي نص كاس سميده رقيقه او السميد ناعم، ممكن نستعملو حتى اكثر على حسب الخليط او على حسب النوعيه ديال السميده ديالنا. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب دافئ، عندي نص كاس ديال السكر ممكن نستعملو حتى اكثر، ممكن نزيدو كذلك واحد المعلقه كبيره ديال المربى الا كانت كتوفر عندنا، اولا ممكن نستعملو فقط السكر الناس اللي هما ما كيبغيوش الحلاوه بزاف. عندي 40 مليلتر ديال الزيت، تقريبا واحد ربع كاس عنبه فايت بشويه يعني تقريبا قريب للنص كاس ولكن ما يكونش واصل. عندي خماره من وزن 800 غرام، وعندي كذلك ساشي ديال الفاني، ممكن نستعمل حتى الفاني ليكيد الا كان عندنا او ما كانش عندنا سكر الفاني. وعندي هنايا شويه ديال السميده اللي غادي نفندو فيها هاد الحريشات، وهادو هما المكونات. وندوزو لطريقه التحضير. فغناخذ واحد الاناء للإشارة. بالنسبه للمكونات كيف كنقول لكم دائما، انا كنستعمل المقادير والمكونات حسب افراد العائله ديالي، يعني عائلتنا صغيره فكنستعمل المكونات اللي غادي يقدونا، ما كاينلاش الواحد يضيع. وانتم الا كانت العائله ديالكم كبيره فكنضعفوا المقادير. فكنوضع هنايا البيض والسكر الفاني، غادي نوضع كذلك الزيت، نخلطهم واحد شويه مع بعضهم. كذلك السكر الخشن، ممكن نسموها حتى بالحامض الا كان كيتوفر عندنا الحامض، او ممكن نستعملوها كذلك قشور ديال البرتقال نسمو به. الا كان عندنا حتى الكونفيتور ديال الكرموس او الشريحه فكيجي هائل في هاد الحريشات، كيعطي واحد البنه اللي هي رائعه. صافي، من بعد ما كنخلطوا هاد المكونات غادي نضيف الان الحليب. غنضيف الخماره. غادي نزول الفوي ونخدم باليد لانه يدينا هي اللي كتقول الخدمه، وكذلك كنحسوا بالخليط كيف راه داير. غادي نضيف الدقيق من طبيعه الحال اللي كيكون مغربل من قبل، نضيف السميده ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها. غنضيف كيف قلت لكم كاس ونص، وغادي نشوف حسب الخليط ديالنا. عندي خليط مزيان جدا جدا، يعني كافي، يعني هذيك الكاسونس اللي وضعت ديال السميده، يعني واخا تبقى لكم راها جاريه غادي نخليوها واحد شويه كتشرب وهي كتجمع راسها، يعني ما كتبقاش جاريه كتقصح. فنخلطوها فقط برؤوس الاصابع ديالنا على هذا الشكل. صافي، وغادي نغطيوها ونخليوها ترتاح ما بين 10 حتى 15 دقيقه. وفي هذا الاثناء غادي نشعلو الفران كيسخن لينا، غادي نشعلو غير من الفوق لانه الطياب ديال هاد الحرشه كيكون بحالو بحال الغريبه. فغادي نخلي هاد السميده كتشرب ونعاودو نتلاقاو ملي نبغيو نكوروها. كيف كتشوفو من بعد ما دازت واحد 10 دقائق يعني الخليط كيصبح لنا قاصح ماشي بحال ما كان في الاول. فغادي ناخد كميه حسب الحجم اللي كنبغيو، سواء ممكن نديروهم صغار ممكن نديروها كبيره. وغدا نوضعها في السميده رقيقه
عندي هنايا صفيحه ديال الفرن اللي فرش فيها ورق الطهي صافي. غادي نكورو هاد الحريشات ديالنا على هاد الشكل. هاد السميده ممكن نضيفو لها الكوك الا كنا كنبغيو الكوك، فكالتنسيم ممكن نضيفو لها الكوك. غادي نبركو عليها شويه ونودعوها في الصفيحه ديال الفرن صافي. غادي ندخلوها الفران كطيب من الفوق. كيف قلت لكم طيابها كيجي بحالو بحال ديال الغريبه، يعني حتى كتحمر لينا اولا كتشقق من الفوق، عاد كنشعلو عليها من التحت باش كتكمل طيابها. فوالا حاولوا نقدوها باش يعني حتى المنظر راه كيلعب دور. فوالا صافي، غادي نكمل الكميه اللي عندي وندخلها للفران ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها في الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. اذا هادو هما الحريشات اللي حضرنا مع بعض، كيجيو على هذا الشكل. انتما كيف كيجيو؟ بحال الشكل ديال الغريبه، فكنخليهم حتى كيتحمروا من التحت وكذلك من الفوق، فكيجيو معلكين وكذلك بنان بزاف بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا كيستحقوا التجربه. فلا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك وبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. خليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.